بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم تبع السابقين الأولين بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة في الله، البارحة تحدثنا عن أسطورة قبر علي بن نجف وأثبتنا أنه قبر لا دليل عليه، وأن كلام المؤرخين في ذلك الأشهر منهم أنه مدفون داخل الكوفة، وذكرنا أنه في قرب قصر الإمارة داخله أو حوله، في يعني أقوال شتى عرضناها البارحة، وأيضا نبهنا على أننا لا نريد من هذا النفي أن ننكر زيارة القبور، فزيارة القبور مشروعة مسنونة إذا كان بغرض الاعتبار والسلام على أهل القبور والدعاء لهم، هذا ثابت في السنة. إنما الأمر بلغ ما تعلمون عياذا بالله في هذا القبر المنسوب إلى سيدنا علي، حيث اتخذ معبدا يعبد فيه علي ابن أبي طالب عياذا بالله من ذلك، يدعى ويستغاث به وينذر له ويذبح له وغير ذلك، ويدعون ويعتقدون فيه الربوبية، أنه يسمعهم في كل مكان ويعلم بخطرات قلوبهم ويستجيب لهم ولو خاطبه مليون إنسان في لحظة واحدة. وهذا والله الشرك الذي ما أنزل الله به من سلطان عياذا بالله، بل حذر الله ورسوله في القرآن والسنة منه. أيها الإخوة، وذكرنا أن القبر الذي في النجف أول من أذاعه وأعلنه ودعا الناس إليه فنا خسرو الملقب بعضد الدولة، الملك البويهي الذي حكم العراق، المتوفى سنة 372. هذا الزنديق هو من أحدث طقوس عاشوراء عند الشيعة من العزاء واللطم وغير ذلك الموسمي، وهو أول من زعم أن هذا قبر علي بن أبي طالب. والشيعة يا أيها الإخوة في هذا الأمر حائرون، والحوار أمس يمكن أخذ منا نصف الحلقة، لكن لا بأس، يعني كان حوار شخص مؤدب ووضعنا فيه النقاط على الحروف. أبشركم اليوم أنني عثرت في حلقات القديمة في وصال على المقطع الذي حذفه جعفر الإبراهيمي أو أتباعه فجعل خاصا في اليوتيوب، رجعت إلى الحلقات القديمة وعثرت عليه، اعتراف مهم ويكفيني المؤونة. وراح أقرأ لكم بعد من فرحة الغري لابن طاووس أو مقدمة الكتاب لمحسن آل شبيب الموسوي كلاما مهما، لكن قبل لا نروح له خلوني أوريكم هذا المعمم الإبراهيمي وهو يتحدث عن تاريخ هذا القبر، وأنه فعلا بحسب عقيدتهم أول من عينه خرافة الظبية عندهم. احنا نقول كذب، أول من عين المجوسي فنا خسروا، هم يقولون لا، كان في ظبية وصارت كرامة. خلونا نشوف كلام، مو طايعيني، ما يبون مني. خذوا يا أخواني كلام جعفر الإبراهيمي، كلام جعفر الإبراهيمي هنا يا أخواني، نأخذ هذا المقطع كان على قناة وصال. هذه علوية، هذه ما أدري شو يسموها، ما حد يعرف شنو يريد النبي يقول. إجا هارون العباسي منع زيارة الحسين، أو أكو سدرة على قبر الحسين يستدل بها؟ لا 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 لا، ليس هذا المقطع، لا راح نجي، وهذا من التناقضات على فكرة. يقولون هارون الرشيد هو الذي بنى قبر علي، في نفس الوقت يقولون هارون الرشيد هو الذي خرب قبر الحسين، يعني والله تناقضاتكم تضحك الثكلى. خلوني أجيب لكم المقطع اللي هو مقطع المتعلق بقبر سيدنا علي، لأن إلى الآن ما بدينا بقبر سيدنا الحسين رضي الله عنهم أجمعين، قصة الظبية والقبر الخرافي. يلا
تعرف علي بن أبي طالب سلام الله عليه استشهد سنة 40 للهجرة، وعلي بن أبي طالب من 40 للهجرة انتهت دولة بني أمية وقبره ما كان يعرف، وإجت دولة بني العباس وبدأت بالسفاح وال... لاحظوا مرة ثانية تأمل يا شيعي، مرة ثانية تأمل يا شيعي خلف الفراج الصهيبي، اسمع من جعفر الإبراهيمي مرة ثانية يا جعفر الإبراهيمي. طيب السبائية، لا رحنا إلى البرنامج ما يخالف، عذرا أحبتي في الله، يبدأ هو من الدقيقة 5 و لحظات 31 ثانية ما يخالف مرة ثانية عذرا. تعرف علي بن أبي طالب سلام الله عليه استشهد سنة 40 للهجرة، وعلي بن أبي طالب من 40 للهجرة انتهت دولة بني أمية وقبره ما كان يعرف، من وقت استشهاده إلى انتهاء خلافة بني أمية وقبره لا يعرف. خذ الاعتراف الأول، كمل شلون عرف كيف عرف. يلا الظبية، اجت دولة بني العباس وبدأت بالسفاح والمنصور والمهدي والهادي وهارون الخليفة الخامس، يلا ظهر القبر الشريف بكرامة ومنقبة معروفة، منقبة الظبية التي احتمت بعلي بن أبي طالب، وأجارها قبر الإمام. بقبرك لدنا والقبور كثيرة لكن من يحمي الجوار قليل. طيب واضحة؟ واضحة. إذن الظبية قصة خرافية حددوا بها قبر علي بن أبي طالب، لا ومن اللي هدم القبور؟ هارون الرشيد، يقولون هو الذي بنى. شلون جاء هارون الرشيد عند هذه الأكمة اللي كانت كل ما راحت الغزلان إلى هذا المرتفع، الجبل الصغير الأكمة، الجبل الصغير يعني بإمكان الدواب صعوده، كانت كل ما طاردتها كلاب هارون الرشيد لتصطادها تلجأ إلى هذه الأكمة فترجع الكلاب. فتعجب هارون الرشيد وذهب فوجد رجلا أعرابيا، يلا إذا بيلصقون الكذبة بواحد يدورون لك أعرابي يحطونه في ظهره. فوجد رجلا أعرابيا من بني أسد، قال لمن هذا القبر؟ قال ولي الأمان، قال نعم، قال هذا قبر علي بن أبي طالب. يلا عاد دوروا هذا الأعرابي وينه وما اسمه ومن بني أسد وكذاب ولا شيطان ولا آدمي ولا يهودي، يلا روح دوروا. قصة لا زمام لها ولا خطام، ويقولون أن هارون هو الذي بنى قبره. هارون ما بنى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ما حط عليه قباب ولا غير ذلك حتى يبني على قبر علي بن أبي طالب، ولا بنى على قبر جده العباس بن عبد المطلب. فهارون الرشيد من ذرية العباس، ما بنى عليه شيئا حتى يبني على ابن عمه علي بن أبي طالب. على كل حال أيها الإخوة في الله، هذه عقائد الاثنى عشرية هكذا يثبتون خزعبلاتهم. لما كنت أسألهم في الحوارات من وين لكم أن أهل البيت كانوا يبنون القبور هذه ويدعون إلى ما تفعلون عندها، كانوا يحتارون. مرة يا أخواني اتصلت على مكتب المرجع إسحاق الفياض، على المفتي هناك في مكتب المرجع واسمه الشيخ المهدوي، نسيت الاسم الأول منه، خلوني أوريكم شو اللي صار مع المهدوي، ما الذي حدث لما اتصلت على مكتب إسحاق الفياض. شاهدوا معي ماذا جرى في هذا الاتصال، واعتراف خطير جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام علي الحسن الحسين براء مما يسمى المشاهد عند الاثنى عشرية، ما كانوا عباد قبور ولا دعاة عبادة قبور عياذا بالله. نشوف الاتصال مع بعض، طبعا هذا كان قديم شوية
نشوف. وعليكم السلام، مكتب المرجع إسحاق الفيار. نعم تفضل. منو معاي؟ شيخ المهدوي، تفضلوا. حياك الله يا شيخ المهدوي، مرحبا بك، كيف حالك؟ الحمد لله. شيخ وفقك الله، عندي سؤال بسيط. نحن هنا مراقد الأئمة والأنبياء وغير ذلك من المراقد الموجودة في العراق وفي إيران وفي غيره. السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا؟ هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل هذا؟ الحسن والحسين فعل هذا طبعا على قبور آبائهم بعد وفاتهم؟ صوتك مو واضح، عيد السؤال مرة ثانية بلا زحمة. السؤال، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل بنى المساجد على القبور؟ بناء المساجد على القبور؟ نعم. لا ما أمر. الله أكبر. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، نعم، هل بنى على القبور؟ ما موجود في التاريخ. الله أكبر. هل سيدنا الحسن والحسين فعل ذلك؟ ما بنوا، لا ما بنوا مسجد. سبحان الله. من أين لكم إذن يا شيخ مهدوي؟ نعم، من أين لكم بهذا؟ هذه القبور الموجودة في العراق اليوم، تقولون أن هذا دين أهل البيت؟ من أين؟ وأهل البيت لم يعرفوا ذلك أبدا، النبي وأهل بيته. أنت فهمك خاطئ، فهمك خاطئ. هذه مو مساجد. شو مو مساجد؟ هذه مراقد. مو مساجد. لا، يسجد عندها ويصلي عندها. مراقد من أئمة الطاهرين. يصلى عندها أم لا يا شيخ؟ في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إيش هذه البيوت التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع فيها ويذكر فيها. ما هي يا شيخ مهدوي؟ هذه من تلك البيوت الوارد في القرآن عزيزي. أعوذ بكلمات الله. في القرآن في بيوت المساجد التي يصلى فيها صلاة الخمس. ما مساجد، نحن مو مساجد، هذه مراقد مو مساجد. كيف جعلت الآية في المراقد والنبي تقول لم يعرفها والعلي لم يعرفها والحسن والحسين لم يعرفوها؟ ما بنوا في نفسه، ما كان عندهم فلوس يبنون. عجيب، ما عندهم فلوس. ما عندهم الآن الناس. لحظة أخواني، التبرير ما عندهم فلوس. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد هذا الوكيل المرجع أن يقول ما بنى ولا علي ولا الحسن الحسين لما عندهم فلوس، وفي نفس الوقت يقولون لك كان يأخذ الأخماس من المسلمين. طيب الحين عندهم فلوس ولا ما عندهم فلوس؟ يلا يعني يرسلكم على بر، ما عندهم فلوس؟ لا، كان عندهم فلوس وعندهم خير وفتحت عليهم خيبر وكانت كنوز عظيمة كما قال الله مغانم كثيرة يأخذونها، فجاءت الغنائم الكثيرة من خيبر. ولما فتحت بلدان الروم والشام فتحت كنوز كسرى وكنوز الروم على المسلمين وكان خيرا كثيرا. فهذه الدعوة تثبت لك أيها الشيعي أن دينك خرافة، والتبريرات التي تقابل العقيدة الصحيحة عند أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام تبريرات واهية. علي كما في كتاب الكافي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بهدم القبور، ليش؟ لكي لا يغلى فيها، لكي لا تعبد مثل ما تفعلون الآن، ويأمركم مراجعكم بذلك. وفي حديث أبي الهياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أمور، قال ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، أي سويته في الأرض، لا تدعه مرتفعا لكي لا يغلى في ذلك. ارجع معي أخي المشاهد إلى التبرير، انظر ماذا برر. يا له من تبرير. ما كان عندهم فلوس يبنون. عجيب،
ما عندهم فلوس. الشيء معلوم. الآن الناس بنوا المراقل. الله أكبر. لا لا لا، كان عندهم وكان من دين الله كما بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، كما بنى علي مسجد طيب خلونا نكمل. وفا إن كان قد بنى، لا أذكر لاحقة. طيب، إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يا أخواني في الله، لم يبني مسجدا على قبر، ولم يبني فوق القبر ما يسمى بالمشاهد، ولم يعرف ذلك ولا النبي ولا الحسن ولا الحسين. نحن نقول لأن هذا منهي عنه في دين الإسلام، وهم أهل دين وعقيدة يتبعون فيها نهج النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المراجع فتجار قبور، تجار وثنية، نشروها بينكم. الشاهد من هذا أني أبين لكم براءة أهل البيت من هذه الخزعبلات الدائرة كلها. خلوني أفتح مجال الاتصالات الآن، إذا أحد له تعليق على المناظرة أو الموضوع اللي أمس عن سيدنا علي، أو أدخل مباشرة في موضوع سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وأقولكم من الآن، القبر، قبر سيدنا الحسين ثابت بيش؟ ثابت بيش؟ ايش تتوقعون؟ بالشم. راح تشوفون القصص المضحكة. بس قبل لا أدخل على هذا الموضوع، اسمحوا لي إخواني بقرأ لكم نصين من موقعين، بحار الأنوار وفرحة الغري لابن طاووس، لكن هذا في المقدمة من الكتاب. خلوني أقرأ لكم من بحار الأنوار أضحوك للمجلسي، خلوني أوريكم إياها. طبعا أظنها منقولة عن كتاب آخر. انظروا إخواني، هذا بحار الأنوار للمجلسي، وفيه شيء يضحك الثكلى، لكن فيه اعتراف في نفس الوقت. هو ينقل عن الخرائج والجرائح. انظر الاعتراف المهم في هذا الموضوع، انظروا ما هو ملون باللون الأزرق: ولم يزل قبره مخفيا 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 حتى دل عليه جعفر بن محمد عليه السلام في أيام الدولة العباسية، وقد خرج هارون الرشيد يوما يصيد وأرسل قصة الظبية، وأرسل الصقور والكلاب على الظباء بجانب الغريين فجادلتها ساعة، ثم لجأت الظباء إلى الأكمة فرجعت الكلاب الصقور عنها فسقطت في ناحية، ثم هبطت الظباء من الأكمة فهبطت الصقور والكلاب ترجع إليها، فتراجعت الظباء إلى الأكمة فانصرفت عنها الصقور والكلاب ففعلنا ذلك ثلاثا. فتعجب هارون وسأل شيخا من بني أسد: ما هذه الأكمة؟ فقال: لي الأمان. قال: نعم. قال: فيها قبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فتوضأ هارون وصلى ودعا، ثم قال، انتبه، ثم أظهر الصادق عليه السلام موضع قبري بتلك الأكمة. هذا الجاهل اللي ألف هذه الرواية ما يدري أن الصادق أصلا ميت قبل هارون الرشيد، قبل ولادة هارون الرشيد. كارثة والله يا أخواني، كارثة والله. الضحك على الشيعة شيء عجيب. يقول لك لما حصل هذا الموقف، جعفر بن الصادق، جعفر الصادق ذهب إلى هذه الأكمة فبنى هذا القبر. يا رجل، الصادق ما أدرك هارون الرشيد، مات قبله. هارون الرشيد مولود سنة 129 عفوا 149، والصادق ميت قبله بسنة، قبل ولادته بسنة، سنة 148. شلون أظهرها بعد قصة هارون هذه؟ شلون؟ كما حتى الكذب ما ضبطونا. أرجع لكم إلى كتاب فرحة الغريين، في أيضا مقدمة الكتاب لمحسن آل شبيب الموسوي، طبعة مركز الغدير للدراسات الإسلامية. أقرأ عليكم ما يلي. شوف يا أخو،
بعنوان في صفحة 15 عمل صندوق على قبره بعد أن ظل قبره مخفيا منذ وفاة سنة 40 وحتى انقضاء دولة بني أمية عام 1132. نفس كلام الإبراهيمي، مخفى ما يعرف. استصحب هذا معك يا شيخ عشان تعرف كيف عرف. قال: وفي تلك الفترة ظل القبر الشريف سرا مكتوما وكنزا مصونا لم يطلع عليه غير أولاده، أولاد علي بن أبي طالب إلى آخر، يعني ما ذكر أنهم كانوا خافينه بس هم وخواص، يعني قليلين جدا في هذا الأمر، ما حد يدري عن القبر. طيب، إلى قوله: وبقيت الحالة هذه من تهافت الناس على زيارتي لما بدأ الناس يتهافتون تبعا لأبنائه، قصة طويلة يا أخوة، على زيارته التبرك بقبره، فزاره عدد من العلويين والعباسيين حتى أظهره داود بن علي العباسي على أثر كرامة، عاد ضبية ولا يعني صيد آخر مدري. قال: فأمر بوضع صندوق على القبر الشريف، بس عشان اللي أمس يكلمني عن الصندوق، عباس اللي اتصل أمس، هذه سالفة الصندوق، واحد شاف له كرامة اللي هو داود العباسي، شاف كرامة وجاب لك الصندوق وحطه، قال هذا القبر. يلا. قال: ولما تبدلت نيات العباسيين وأظهروا للعلويين العداء هجر القبر الشريف. انتبه الآن، فترة فقدان القبر وعدم معرفته، خلاص اندرس لا يعرف ولا يحدد، هذا بناء على خزعبلاتهم ترى، ولا يعني احنا خاصين من الموضوع، يعني بينا أنه في الكوفة وداخل الكوفة. قال: ولما تبدلت نيات العباسيين وأظهروا للعلويين العداء هجر القبر الشريف واندرس الصندوق الذي وضعه داود العباسي، ولم يعرج أحد على القبر إلا خلسة، ومكث على هذا الحال عشرات السنين. والذي ساعد على ضياع الصندوق هجران القبر بالنظر إلى الخوف المستحوذ على النفوس من السلطة العباسية القاسية، وكذلك ساعد على ضياعه أيضا هو موضع القبر الشريف، فإنه في منخفض واد معرض لجري السيول ومهاب الريح. يقول: وقد ظهر القبر الشريف للمرة الثالثة على يد هارون الرشيد على إثر كرامة ظهرت له، إلى آخر ما قال. كرامة الضبية هذا إذن فقد وجدوه عبر ضبية، والصندوق سالفته أيضا كرامة ثانية، خزعبلات. واحد بيسألني من الشيعة يقول: يا فراج، أنت شنو مشكلتك مع القبر؟ هل هناك مشكلة؟ أبو محمد خليك معي، هل هناك لك مشكلة مع قبر علي بن أبي طالب؟ لا والله، وددنا لو أن قبره معروف حتى يكون من في جواري يزوره يسلم عليه يعتبر بما كان، ولا يبنى عليه بناء، ويكون قبره كقبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبر الصحابة في البقيع ما كانوا يبنون عليها بناء، ولا إشكال في ذلك. نحن لا نتتبع القبور لنعبدها، لا نتتبع القبور لنعبدها، زيارة القبور سنة، عبادتها والبناء عليها بدعة تصل إلى الشرك في بعض الأحيان. أبو محمد حياك الله يا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا أبا محمد، حياك الله. أبيك أكثر أخي العزيز، رحم الله بك. بس أحب أتداخل في هذا الموضوع اللي دخلت بيه أمس، طرقت حضرتك واليوم وقبل شوية همينه، بأنه الشيعة يبنون مراقد على أضرحة الأئمة عليهم السلام وأبناء الأئمة والأولياء الصالحين. بس لديك تعطيني مجال شوية أكمل، لكن هاي المسألة اللي أنت تنتقد الشيعة بها وتقول بأنها مخالفة إلى قول الرسول وأمر الرسول لعلي بن أبي طالب عليه السلام بأنه يهدم كل ضريح وكل قبر شاهد. شوف يا أبو محمد، زين،
ابو محمد عشان اكمل بس خلي اكمل عشان ما تطلعنا من موضوعنا. موضوعنا مو موضوع هو هذا الموضوع نفسه هو الموضوع قبر علي بن ابي طالب. قبر علي بن ابي طالب لانه بيضيع وقتي مثل عباس امس. ما يضيع والله يلا. بس هذا الموضوع ما ابد ما شتت باي موضوع ثاني هو فقط هذا. يلا زين وانا عهدي بيك انه تقول الحق وتنطق بالحق ولو على نفسك تمام لولا فبالتالي هذا الامر الذي تنتقد فيه الشيعة هو موجود عند اهل السنه وراح اذكر لك شواهد كثيره. اولا عشان ما تطول ابين لك اياها عشان ما تطول فيها بس لا انا خلي اكمل بس بعدين لا بضيع وقتي بريحك بختصر موضوعك. انا فاهم ايش تبي تقول بختصر لك اخواني. بعض اهل السنه اخطاوا فقالوا يجوز ان يبنى على القبر بناء واضح. موضوع البناء على القبر شيء وموضوع الغلو فيه شيء اخر. الامر اصبر علي بس عشان اجاوبك اختصر لك وبعدين ارجع لك لان انا بختصر لك الموضوع عشان ما تشتت لانك الحين بتشتتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فقول العالم يستدل له ولا يستدل به اذا خالف الدليل انتهى. الامر الثاني فرق بين مجرد بناء وبين اتخاذ مشهدا يعبد. هذا لا يقول به اي سني. فرقت مره ثانيه اعيد عليك. فرق بين من يجوز ان يبنى عليه بناء قبه كذا وهذا قول باطل والادله ضده ها وبين من يتخذه مشهدا كما تصنعون عند قبر علي المزعوم او عند قبر الحسين المزعوم. تمام هذا اختصار سؤالك الان. لا مو تمام الان لا لحظه ادخل لي في موضوعي انا قبر علي او قبر الحسين. هذا موضوع عقيده الان الذي ذكرت انت تتهم الشيعة وتبرئ السنه منه. تتهم الشيعة وتبرئ السنة. انت بتكلمني في موضوع قبر علي ولا لا؟ انا خلصت لك موضوع انت ما اعطيتني مجال ما راح تتكلم. شوف بعطيك دقيقه الان ان ما تحدثت عن قبر علي والمشاهد الوثنيه عندك وانت تكلمت بهذا الموضوع لعدت يعني بس لحظه اذا ما تكلمت في موضوعي موضوع سيدنا علي وموضوع الغلو في المشاهد لا احدثك عن مجرد البناء هذا بدعه وتكلمت فيه ومخالف للدليل. كلمك عن المشاهد اللي تفعلون عند قبر علي عند قبر الحسين عند قبر العباس المنسوب إليهم هذا لا ليس عند أهل السنة ولا قول يجيز ذلك. ومع ذلك أنت طلعنا إلى هناك. لا موضوعنا القبر وإلى الآن ما دخلت في موضوع الحسين. رجاء لك دقيقة الآن إن ما دخلت في هذا الموضوع فأنت منسحب من الحوار. تفضل. قبر علي وهمي وقبر الحسين وهمي لكن يلا انتهينا من هذا الموضوع انتهينا لحظة انت تقر بذلك قبر علي وهمي وقبر الحسين وهمي انت مشكلتك مو بهذا اسمعني اذا انت جاي ضيع وقتي انا ما عندي وقت ناقشني. شايف عنوان الموضوع شنو؟ قبور مزورة. ناقشني واثبت هذه القبور. يلا تفضل. انت تكلمت بمسألة هذه القبور إذا وجدت أو ما وجدت ما تأثر لكن تكلمت في مسألة عقائدية أنت وهو مسألة أنه لعن الله الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد واحتججت به على عدم جواز بناء المراقد. لك دقيقة طرقت هذا الموضوع هذا موضوع لك خطر دقيقة عادة. لك دقيقة الآن تكلم كيف ما شئت علشان ما تقول ما أعطيتني فرصة دقيقة لكن إذا ما دخلت في موضوعي لن أواصل معك. تفضل. انت هذا تكلمت بي انت موضوعك كان عن المراقد والمزوره لكن دخلت بهذا الموضوع. انت الزمت بنفسك من حلقه امس وحلقه اليوم انت الزمت نفسك بالكلام على انه الشيعة يبنون المراقد والاضرحه على قبور الائمه وابناء الائمه ولكن هذا الموضوع هو موجود عند اهل السنه
صح مو بنفس الحجم والكيفية، لكن بنفس النوعية الكيفية الكمية صح عند الشيعة أكثر، لكن النوعية موجودة عند القبر في العراق، قبر أبو حنيفة وقبر الشافعي في مصر وقبر البخاري هذا من كبار المحدثين عندكم، وقبر أحمد بن حنبل وقبور الصحابة في سوريا وفي الأردن، قبور واضحة شاهدة ومعروفة وتزار ويطاف بها. أنا بعيني شايف يطاف في قبر أبو حنيفة. زين، فأنت ليش ياخذ تذاكر؟ كنت رجل حقاني، قل الحق، أنه كما تطعن في الشيعة أطعن في السنة الذي يفعلون هذا الفعل. أما مسألة التبرع العبادة ونحن نعبد القبور، هذه مسألة فعلها قليل قليل من الجهلة ومن الخارجين. أقول لك أنا عن الدين، اللي يعبد قبر علي بن أبي طالب وغير قبر علي بن طالب، من الشيعة ومن غير الشيعة، هذا يفعله ما 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 يفعله إلا فقط مجرد أعداد بسيطة، ومجرد يروح يسجد للضريح، وما أعرف منين جاب هذا السجود ومنين جاب هذا التصرف شخصي لا له علاقة بالمذهب ولا بعامة الشيعة. لكن مسألة بناء الأضرحة وبناء المراقد على قبور الأولياء والصالحين موجود عند السنة كما هو عند الشيعة. اتفضل، هذا اللي أرد أطرحه عليك. طيب شوف، أنا أعطيتك فرصة وخليتك تسولف، ومع أنك ما تكلمت عن قبر علي وما دخلتنا في قبر الحسين، إن شاء الله يمدينا يا جماعة الوقت أن نتكلم عن قبر سيدنا الحسين، لأن موضوعه مهم أيضا، وهو أيضا بالشم يعثروا عليه، بالشم هذاك بضبية. بس ترد علي بعض، برد علي، ما اشترد علي، لا لا برد علي، برد عليك، اصبر اصبر، يلا تفضل. يعني أنت جايب الذيب من ذيلة. طيب، أولا يعترف بأن قبور الصوفية، ها، اللي هو قبر أبو حنيفة، يعني يأتون إليه الصوفية، والقبور اللي بنيت أو القباب اللي بنيت على الصحابة رضي الله عنهم، فقال أن هذا موجود عند أهل السنة. اسمع يا هذا، أهل السنة عقيدتهم مسطرة في كتبهم. إذا بيل العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي الحنفي، اقرأ العقيدة، هذه تدرس عندنا في جامعاتنا وفي مساجدنا. اذهب إلى هذا الكتاب، أو اذهب إلى بقية كتب العقيدة، سواء من الشافعية أو من أهل السنة. أهل السنة، فإن من ينتسب إلى المذاهب، هناك ممن ينتسب إلى المذاهب غلاة قبوري، أصحاب قبور، لا تحتج علينا بهم. تقول لي قبر فلان فلان فلان، هناك فترة زمنية جاءت بعد فترة القرون المفضلة شاع فيها التصوف، ثم تدرج إلى أن وصل إلى الغلو في الأولياء والصالحين، فصاروا يصنعون ما تصنعون عند قبوركم، يذهبون إلى قبور الأولياء. يعني الآن لو تروح إلى اليمن راح تلقى قبر العيدروس، ولما تروح إلى السودان راح تلقى قبر الميرغني والشاذلي وما أدري مين، ولما تروح إلى مصر راح تلقى لك الستنفيسة وغيرها من القبور. هذه ليست من عقيدة أهل السنة، وإنما مكن ذلك يعني أهل القبور عياذا بالله، الغلاة في القبور. واضح؟ هذا أولا. لما تريد أن تحتج علي، تعالي بكلام الله وكلام رسول الله وهدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم علي بن أبي طالب. واضح؟ مو بأفعال الصوفية أو الدول الصوفية اللي سيطرت على بلاد المسلمين دهرا قرون، ليس في عملهم حجة. الصحابة هل بنوا على قبر خالد في حمص؟ لا. التابعين بنوا عليه؟ لا. متى جاء ذلك؟ بعدين. أبو حنيفة هل بنى تلاميذه على قبره؟ لا. متى جاء؟ لما جاء الغلاة سيطروا على المكان، وهكذا. واضح؟ إذن ليس في قولك أدنى حجة. حجتنا كلام الله، كلام الرسول، وكلام أصحاب النبي، هديهم، هديهم الذي يجتمعون عليه. وأنا هنا أقابلك بسؤال مقابل، هل علي بن أبي طالب بنى في العراقي في زمن خلافته وتمكنه مشاهد مثل هذه التي في العراق؟ تفضل. جيد، على أسأل بدال لي أجاوب؟ إيه، جاوبني على سؤالي، أنا جاوبتك. نعم. تفصيلا، جاوبني. نعم. على سؤالي. نعم، طيب،
طبعا لا علي بن ابي طالب ولا كل الائمه عليهم السلام مو هم اللي بنوا هاي المراقد ولا اللي هم امروا ببنائها، لكن مثل ما تفضلت قبل شويه بانه هاي المراقد السنيه قد بناها الغلاة. لا 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 خلنا مع علي، خلنا مع علي اي مع علي اي ماشي ما جالس خلي بس كم 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 فكذلك مجارتك كان جارتك بانه علي بن ابي طالب لم يامر ببنائها حقيقه، هاي يعني ما نقدر نخالف الحقيقه هاي وننكرها. فكذلك هذه القبور التي بنيت على أئمة أو على قبور أئمة الشيعة عليهم السلام هي أتت فيما بعد، لم تكن في الصدر الأول من الإسلام ولا الصدر الثاني ولا الفترة الثانية ولا القرن الثاني يعني الثالث الرابع، في القرون المتأخرة بنيت هذه الأضرحة يعني في القرون الخمسة الأخيرة يمكن. طيب جميل. في عهود الدول. حلو. زين. ليه؟ فكذلك. لحظة يا أبو. كذلك. أبو محمد. نعم. أبو محمد. خلها واحدة مني واحدة منك عشان بس المشاهد المحترم اللي قاعد يشوفنا يوصل إلى حقيقة، وحنا إن شاء الله راغبين في الوصول إلى الحق، يعني لا أنا أبي لك الضلال ولا أنت تبي لي الضلال، نريد أن نصل إلى الحقيقة. جميل جدا. إذا كان علي رضي الله عنه لم يبني هذه المشاهد، وتقول أيضا الأئمة لم يأمروا ببنائها، فالسؤال كيف علماؤك يرون ويعملون كما فتوى السيستاني والخوئي قريبة من نص بعض، يعني أظن ناسخ السيستاني منه، يقولون أن قوله تعالى، وقبل قليل عرضتها من كلام أيضا مدير مكتب إسحاق الفياض، يقولون أن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أنها مراقد الأئمة، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهي المساجد طبعا. نعم. عند المسلمين، ولكن نعم. أنا أيدك المساجد. نعم يا أبو محمد هداك الله وأشرح صدرك، مراجعك ما يقولون هذا، ارجع إلى تفسيرها عند السيستاني وعند الخوئي وعند غيرها، بل يفضلونها يفضلون الصلاة فيها على المساجد. إذا كانت هذه الآية نازلة في المراقد كما يقول السيستاني، بل كما يقول علماؤك، أقرأ لك من كلام الصادق الشيرازي، خليك معه انظر. سؤال في صفحة 113، أحكام العتبات المقدسة. يتوجه بعض الناس إلى بعض مراقد أبناء الأئمة وأحفادهم، مثل مرقد السيد محمد في مدينة بلد في العراق، ومرقد يحيى بن زيد في مشهد لقضاء حوائجهم، أكثر من توجههم إلى العتبات المقدسة للأئمة المعصومين عليهم السلام، فما رأي سماحتكم بهذا التوجه؟ القضية مو أكثر من الله، لا بس يعني المشكلة عندهم أنه أكثر من الأئمة. التوجه إلى أبناء الأئمة وأحفادهم الأخيار والتوسل بهم، طبعا التوسل بهم مو دعاء الله بحقهم، هذه دون الكفر، لا التوسل يعني جعلهم شفعاء إلى الله. قال والتوسل بهم وتوسيطهم إلى الله تعالى في قضاء الحوائج وبلوغ الأمان والآمال هو امتداد للتوجه إلى الأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام، وخاصة في مثل المراقد المذكورة أسماؤهم المذكورة أسماؤهم الذين جاء مدحهم على لسان الأئمة المعصومين عليهم السلام وعرفوا بأبواب الحوائج إلى الله تعالى. طبعا ما يحتاج أذكرك بباب المراد وباب الحوائج عند الأئمة. يسأل هنا عرف عن الإمام الجواد، هذا صفحة 169، عرف عن الإمام الجواد بأنه باب المراد، وعن الإمام الكاظم بأنه باب الحوائج، فكيف اختص كل من الإمامين بهذه الصفة، رغم أن جميع الأئمة الأطهار يقضون حوائج الناس ويعطون مرادهم بأمر الله تعالى؟ جواب: إن النبي الأكرم وأهل بيته المعصومين هم وحدهم الذين جعلهم الله الوسيلة إليه، فقال وابتغوا إليه الوسيلة، هذه يضحكون عليكم فيها يا شيعة، الآية هذه تعني القربات الطاعات، مو أنك تتخذ أموات بينك وبين الله، هذا من تحريفهم مثل تحريفهم في لآية في بيوت أذن الله، إلى قوله
وذلك لأن الإمام الصادق كان قد حرمه العباسي هارون الرشيد من العيش مع أسرته وذويه، يعني حط الله له باب الحوائج. وكذا الإمام الجواد فإنه اختص بلقب باب المراد لأنه قد اغتيل بسم إلى آخر الكلام. واحد مسجون، واحد مغتال بسم، ويقولون باب المراد، يعني لو كان عندهم قدرة لنفعوا أنفسهم رحمة الله عليهم. السؤال ردا على قولك أن جهلة فقط ليفعلونها وما يأمر بها إلا الجهلة، لا، المراجع، المراجع، والحمد لله الذي أقررت بأن هذا خطأ وضلال وبدعة ما يفعل عند هذا القبور، هذا شيء يشكر لك يا أبو محمد. نرجع إلى الآن سيدنا علي بن أبي طالب. القبر الموجود هذا، القبر الموجود أو سيدنا الحسين راح نجي عليه إن شاء الله، راح أخذ معك 3 دقائق أبو بعدين عشان أدخل في قبر سيدنا الحسين، لأن انتصفت الحلقة وأنا ما دخلت في قبر سيدنا الحسين. قبر علي بن أبي طالب هذا يقول جعفر الإبراهيمي، وقرينا أيضا من مقدمة كتاب فرحة الغري، أنه ما زال مخفيا، ما زال مخفيا، واختفى أكثر من مرة إلى أن أظهره هارون الرشيد بقصة الظبية. أسألك بالله، تصدق هذه سالفة الصبية الظبية يا أبو محمد؟ تفضل، الوقت لك الآن، لك 2 دقيقتين أو 3 دقائق. نعم، أنا قبل فترة يمكن طرقت وياك الموضوع هذا التوسل، وخصمت لك إياه يعني، وكلمت بي وياك وقلت لك قناعتي بهذا الموضوع، وأنت أعتقد يعني حكيت بي بشيء من التفصيل قبل فترة، أعتقد يعني مسألة التوسل و نعم أبو محمد، يا أبو محمد، أبو محمد راح الصوت عندك يا أبو محمد، فصل فصل، يمكن عنده انترنت ضعيف. أبو محمد من المحاورين المحترمين، وأسأل الله أن يشرح صدره إلى الحق، ونحن نريد الوصول إلى الحق يا شيعة، والله مو الموضوع تشاتم ولا تكفير متبادل، نبي نبين لكم أن ما يفعل مراجعكم في هذه القبور غلو ليس من دين أهل بيت، بل في كتبكم ما يهدم هذا. طيب أبو محمد، عاود الاتصال، السيد والسلطان حياك الله، تفضل. كل مرة تدق علينا. عليكم. نعم، عليكم السلام. عندك مشكلة في الصوت، كل مرة تدق علينا يختفي أول 10 ثواني، تفضل. ليش يا شيخ، أول مرة هذه؟ لا لا، دقيت علينا سابقا. نعم تفضل. هاي ثاني مرة دق عليك، بس هاي أول مرة إنه يصير هيك. المهم، كيف حالك يا شيخ؟ حييت، أهلا وسهلا. أنت سني ولا شيعي؟ يا شيخ، طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الأخ اللي قبل شوية يتكلم عن القبور السنة والشيعة، طبعا احنا قبورنا يعني قبور السلف، هو هذا اللي يتكلم معاك، يتكلم مع سلفي، انت خلي حاجتك بما يعتقد به السلف، لا يحاجك ما يعتقدون به الصوفية. نقول أهل السنة، أهل السنة حتى تتضح الصورة، أو أهل السنة، أهل السنة. نعم أحسنت، أهل السنة. الآن الصوت أوضح؟ نعم نعم نعم، وداخل يعني نصف دقيقة لأني تأخرت على موضوع قبر سيدنا الحسين، تفضل. فهرت أوضح، إحنا لا نبني ولا نطوف حول القبور ولا تشد الرحال. طيب، راح صوتك. طيب، الاتصالات في العراق يبدو أنها ضعيفة. أشكر أخونا، يقول كلام واضح وهو أن أهل السنة لا يعتقدون ذلك بحمد الله عز وجل. ما زعمه أبو محمد أن فعل الجهلة، لا، فتاوى المراجع، قريت عليكم من صادق الشيرازي، ولو أقرأ عليكم كلام آخر يعني مثل كلام الأبطحي الآن في أنوار الزهراء، وما أدري وين الكتاب، بقرأ كلامه وطبعة مؤسسة البلاغ، يقول
ورد في الروايات أنه يجب السجود بعد صلاة الاستغاثة بفاطمة الزهراء عليه السلام، والقول 100 مرة في السجود: يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. ومن الطبيعي فإننا حينما نأتي على ذكر اسمها في السجود نطلب الغوث منها، فلا بد من التوجه إليها والسجود لها، والسجود لها. هذا مو كلامي، هذا كلام مراجع، مو كلام العوام، لا لا لا، المراجع. أما الآية يقول لك الخوئي كما في كتاب الصلاة، مسألة رقم 5: يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة، يستحب، وهي البيوت التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي عليه السلام 200,000 صلاة إلى آخر ما قال. إذن مو شغل عوام، بلاوي المراجع الوثنيين اللي قاعدين يدفعونكم إلى الشرك بالله عز وجل. أرجع إلى قبر سيدنا علي رضي الله عنه، تبين إخواني مما قرأت أن اعتمادهم على وجود قبر سيدنا علي بخرافة اسمها الظبية، وهو لم يدفن في النجف بل دفن في الكوفة خشية أن ينبشه الخوارج، دفن أين مكان المكان بالتحديد الآن لا يعرف، وين الآن لا يعرف. نعرف أن في الكوفة قرب قصر الإمارة، دار الإمارة حواليها في هالمنطقة هذه، وين الآن لا يعرف. اندرس القبر، وكثير من قبور الصحابة اندرست، والآن تدخل إلى البقيع لا تعرف قبور الصحابة رضي الله عنهم. هذا جوابا على هذا الأمر. إذن القبر الموجود في النجف، يقول أحد العلماء أن قبر المغيرة ابن شعبة أول من ادعى أن قبر النجف هذا هو قبر علي بن أبي طالب عضد الدولة، فنا خسره، اختراع مجوسي يا مسلمين، اختراع مجوسي، فنا خسره عضد الدولة. اقرأ ترجمته للذهبي في سير أعلام النبلاء، وقول الذهبي أنه أول من أظهر هذا القبر ودعا إلى أنه قبر علي بن أبي طالب. يعني القبر اللي عندك في النجف مو قبر علي بن أبي طالب، قبر أحدثه المجوسي فنا خسره عضد الدولة البويهي في زمن الدولة البويهية. هذا المجوسي متوفى سنة 372. طيب هذا بس للبيان. الحين ندخل على موضوع سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن بينا أن قبر سيدنا علي خرافة وذكرنا من الأدلة وأقوال العلماء الأشهر أنه قرب قصر الإمارة وذكرنا أقوال أهل العلم فيها، نذهب الآن إلى قبر سيدنا الحسين. الآن سيدنا الحسين وقبره في كربلاء، هل هذا القبر معروف عند الناس؟ أيضا هذا شيء لا دليل عليه. راح أقرأ لكم مع يعني خلوني أخذ أحمد وبعدين أقرأ لكم من كلام بن كثير. تفضل أحمد، حياك الله يا أحمد، وأتمنى إذا كنت سني أن أهل السنة يتنازلون للشيعة في الاتصالات. أذكر فقط شيء موجود بالكتب، يعني والله إحنا عندنا مصادر كثيرة ودنا نقراها يعني يا أحمد، عندنا وقت، لكن إذا أنت سني لك نصف دقيقة وخلص، يعني علشان بس إحنا نبي الشيعة يحاورون يعطون حججهم. ما فيش مشكلة، بسرعة بس. بس أستاذ فراد، جاء في كتاب تاريخ النجف للسيد حسين بن سيد أحمد البراقي النجفي ماذا يقول؟ أول من سكن النجف، قال المؤلف سيد حسين البراقي: قد عرفت يا أخي أحوال آل بويه، وأنهم الذين أظهروا العمارة على القبر الشريف. ثم إلى أن يقول: والشائع أن آل بويه هم الذين جاءوا بأناس فأسكنوهم في النجف وصرفوا عليهم. ثم يرد هذا القول أنه قول غير صحيح، لكن هنا يقول: هو المشهور وعليه الجمهور. لا لا، ليس مهم رده، ولكن اعترافه أن الجمهور أن آل بويه هم أول من سكنوا النجف. جميل. قبر علي بن أبي طالب المزور في النجف، وجزاك الله. حياك الله، حياك الله. يعني منخفض الصوت عندك يمكن ثواني، لكن المعنى واضح.
شكرا لك، شكرا لك. طيب شكرا لك اخوي ابو او احمد السني، حياك الله. اخواني اقراوا معي كلام الامام ابن كثير رحمه الله عليه عن قبر سيدنا الحسين. هذه البدايه والنهايه، طبعه هجر قبر الحسين. واما قبر الحسين رضي الله عنه فقد اشتهر عند اكثر المتاخرين انه في مشهد علي بمكان من الطف عند نهر كربلاء. ركز معي في هذا المكان في الكلام. ابن كثير عاش بين سنة 701 إلى 774 تقريبا، هذا ما يحضرني في تاريخ وفاته. المهم في القرن الثامن، من بداية القرن إلى يعني ثلثه، يعني أو ربعه الثالث. هذا هو سيدنا أو إمام المسلمين في التاريخ مع ابن جرير الطبري. يذكر أن الناس في زمان ابن كثير يقولون أن هذا قبر علي، بعدما أظهره هذا بعد فترة ابن بويه، بعد أن نشره عضد الدولة البويه. طيب ثم يذكر بعد ذلك ما ينقض ذلك، تابعوا معي. قال: فيقال إن هذا المشهد مبني على قبره فالله أعلم. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضع مقتله عفا أثره حتى لم يطلع أحد على تعيينه بخبر. وقد كان أبو نعيم الفضل ابن دكين ينكر على من يزعم أنه يعرف قبر الحسين رضي الله عنه. الآن أمامنا شخصيتين، ابن جرير وأيضا معه آخرين، وأبو نعيم الفضل ابن دكين. خلوني أقولكم متى مولود هذا ومتى مولود هذا، هذه مهمة في الأمور التاريخية. أولا أبو نعيم رحمة الله عليه مولود سنة 130، يعني في حياة جعفر الصادق، ها، ومتوفى سنة 219، ومتوفى سنة 219. لاحظ، أبو نعيم ينكر أن هناك قبرا معروفا للحسين، ينكر على من يدعي أنه له قبرا محددا، غير موجود، لا يعرف. أبو نعيم الأصفهاني صاحب الكتب الروائية والرجل يعني من علماء هذه الأمة، هذا أولا. الثاني ابن جرير الطبري، احفظوا معي التواريخ، مولود سنة 224، متوفى سنة 310، يعني مزامن للحسن العسكري للإمام الهادي عند الاثنى عشرية. هالأثنين كلهم يقولون ما يعرف له قبر، ما يعرف له قبر، يعني في تلك المرحلة التاريخية ما كان قبر الحسين معروف. تكلم عن المرحلة 130 إلى 301. طيب من وين اخترعوا قبر الحسين هذا؟ راح أقول لك بس إيش رايك إنك تشوف هذا المعمم وهو يتكلم عن قبر الحسين وشلون وصلوا إليه، يلا علشان بس تأخذها من أفواههم، ما يقول لي الشيعي أنت يعني جايبها يعني من عندك. يلا احكي يا جعفر الإبراهيمي، خلوني أخذها من وقت الكلام بالضبط. يلا التراب، هذه ألوية، هذه ما أدري شو يسموها، ما حد يعرف شنو يريد النبي يقول. إجا هارون العباسي منع زيارة الحسين، أو أكو سدرة على قبر الحسين يستدل بها الزوار، إجوا عليها شلعوها، من شلعوا السدرة بيّن الحديث لعن الله قاطع السدرة. إجا الحفيد المتوكل حرث قبر الحسين وفرض ضريبة مال أو متابعات على القبر الشريف بحيث أجرى علي الماي ما صعد، ولذلك يسموه الحائر الحسيني، افتر الماء حار. صاروا يجون الزوار، يجون بحملة
من يجون بحملة يطبون ماكو أثر، لا معلم لا سدرة لا عنوان. قالوا له لهذا المتعهد اللي جايبه، قالوا له خلص جزاك الله خير نزور الحسين عن بعد ونمشي. قالوا لا ما نزور الحسين عن بعد ونمشي، نبقى هنا وأنا أزوركم على قبر الحسين. قالوا له شلون تجيبنا على قبر الحسين؟ قالوا اعطوني مجال. صار يفتر بكربلاء، يأخذ قبضة من تراب كربلاء يشمها ويذبها. وقوف أمام الحسين لما تمكنوا أكثر من المتوكل، يقطع الأيدي والأرجل، يقتل الأنفس، هدم قبر الحسين. يأتون إلى الحسين يبحثون عن قبر الحسين، يشمون التراب يشمون التراب، إلى أن يوصل إلى مكان يشتم التراب يقول نعم هذه تربة أبي عبد الله الحسين. ما أدري يا شيعي، دينك مبني على أساطير، كل ما فيه أساطير، المهدي أسطورة، قبر علي أيضا كما عرضنا اختراع مجوسي فأنا خسروا عضد الدولة اللي حكم العراق في زمن دولة بني بويه. الآن القبر المنسوب إلى سيدنا الحسين في كربلاء أيضا قبر مزور، لماذا؟ لأنه لا يعرف، كما ذكر ابن جرير وكما ذكر أبو نعيم الفضل ابن دكين. وأما الزعم أنهم شوف يعني شوف القصة، تدرون ليش يسمون الحائر الحسيني يا شيعي؟ يقولون أن المتوكل أراد أن يغرق الأرض. شوف السواليف اختراعات القصص الخرافية، الدين كله خرافة مأخوذ بهذه الطريقة. أجرى الماء حتى يخفي القبر، فحار الماء ودار على قبر الحسين فسمي الحائر الحسين. إلى متى يضحكون عليكم؟ إلى متى يضحكون عليكم يا شيعة؟ إلى متى يضحكون عليكم؟ هذا اللي مسمينا الحائر الحسين، والله لو قبر الحسين ولا يعفرون ولا يعرفون قبر الحسين رضي الله عنه. يقول لك جعفر الإبراهيمي المتعهد اللي جايبينه يدلهم، قال خلوه أنا أدور، راح يدور ويشم ويرمي ويفتر في الأرض. طيب مو أنتم تقولون أنه كما في كتبكم أن حط شرط اللي يلقونه يقتلونه؟ شو هذا ماخذ راحته يشم ويرمي يمشي في الأرض كيفما شاء؟ تناقضات الروايات لاحظوا. تقول المتوكل هل هدم؟ نعم هدم قبرا ينسب إلى الحسين لأن قبر مزور، لاحظ. ثم بناء القبور على الأبنية على القبور ليس من هدي سلف هذه الأمة، وأنا من سنة المبتدع. خلوني أقرأ لكم بعض المصادر في ذلك، في قصة هذا الشم الغريب العجيب. ولكن قبل يعني أن أقرأ أذكركم بكلمة سيدنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، حينما جاءه رجل من العراق كما في سنن الترمذي، جاءه رجل من العراق يسأله عن دم البعوض يصيب الثوب، هل الدم هذا نجس ولا مو نجس؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا إلى أهل العراق يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلين الحسين ويسألون عن دم البعوض، وهذول قاتلين الحسين ويقولون يلا ندور قبره. لا يعني يجيبون مصيبتين على الحسين، قاتلينه وعابدينه. أعوذ بالله من هذا الدين، أعوذ بالله من هذا الدين. في تاريخ بغداد الإمام الخطيب البغدادي يقول وقد أنكر أبو نعيم الفضل بن دكين على من زعم أنه يعرف قبر الحسين رضي الله عنه. أقرأ لكم إخواني الآن من تاريخ الطبري قصة هدم المتوكل. المتوكل، والمجال مفتوح للاتصالات على فكرة لمن شاء المداخلة، لمن شاء المداخلة على معرف التليجرام FARRAJ، أحط لكم لمن شاء المداخلة والإثبات. خذوا الحق مني إذا رأيتموه وأخذه منكم إذا رأيته،
ولكن عندي حقائق لا تقبل يعني النقض، لا في قبر النجف ولا في قبر كربلاء، ومن حاجني فليأتي بحجته. الآن أقرأ لكم من تفسير أو تاريخ الطبري كما ترون معي الآن على الشاشة. طيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أهلا ومرحبا، من معي؟ عبد الواحد، السيد عبد الواحد كريم من العراق. سني ولا شيعي؟ أنا سني الحمد لله والشكر. حياك الله يا عبد الكريم، يلا لك دقيقة على أني قلت السنة يعني خفوا علينا، بس عاد أنتوا تحبون واجد يا أهل السنة. يلا. أحييك يا سيد العزيز، أحييك يا شيخنا الفاضل، أحييك من قلب كردستان، من قلب كردستان، ومن قلب كل طفل وامرأة وشيخ وشاب قبلة إلى جبين. رفع الله قدركم، بل أنا من يقبل رؤوسكم يا أهل كردستان، حفظكم الله. للدفاع عن 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 الإسلام وعن المسلمين. شكرا جزيلا، شكرا يا شيخنا. الله يحفظك. ولكن نحن ورثنا الكلام هذا، ورثنا القصة، قصة سيدنا علي، قبر سيدنا علي، من أب عن جد كان حمله أحد الأعراب على ظهر جمل، فلم يعرف أحدا أين قبر علي، لأن تاه الجمل وتاه تاهت الجثة. تقصد الحسين ولا علي؟ أقصد سيدنا علي بن أبي طالب، ولكن قبر الحسين كذلك، لأنه قبر الحسين الراس في مصر، والجثة موجودة في العراق. بنجي على موضوع الراس، راح نجي على موضوع الراس إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله تبارك الله، حفظك الله، الله يطول عمرك يا ربي ويخليك ويحفظك. جزاك الله خير، وتقبل حب كل أهل كردستان إلك. وأبلغ أهل كردستان أن يحبهم في الله. جزاك الله خير أخي الحبيب، الله يطول عمرك يا ربي، الله يخليك ويحفظك. جزاك الله، شكرا. مع السلامة. إخواني، يقول ابن كثير ما يلي، طبعا هو بس تعليقا على هذا، المشكلة المداخلات تشتت الأفكار شوية، ما يخالف. موضوع أحد الأعراب حمل عليا على ظهر جمل ثم اختفى، هذا قول ضعيف تكلمنا عنه أمس، وأنه وجدته طيء وإلى آخره، هذا قصة لا تثبت. الصحيح أنه دفنه الحسن والحسين ومن معهما من أهل بيت النبي أخوهم محمد عبد الله بن جعفر داخل الكوفة قرب قصر الإمارة أو في حدوده. تسألني وين المكان بالتحديد الآن؟ لا يعرف الآن. هذا جوابا. أما موضوع الحسين رضي الله عنه إحنا فيه الآن. اقرأوا معايا يا أخواني قصة المتوكل لما هدم قبر الحسين وأخفاه وحرثه، و فوق الحرث يا أخواني مسح المنطقة كلها وهدم بيوتها وهدم مبانيها وقطع أشجارها ومسح الأرض حتى لا يعرف تعرف الأرض. ومو هذا المسح على مستوى 100 متر ولا 200 متر، لا، على مسافة كيلومترات كان يضع شرط يسمونها مسالح بين كل شرطة وشرطة، ميل، كيلو متر، كيلو نص، كيلو ونصف بين كل شرطة وشرطة، ما كان أحد يقترب من ذيك المنطقة. فكيف عرفوا قبره؟ جابوا لك بسالفة الشم، قالوا لك لا، جابوا لهم واحد وقعد يشم ويذبها مثل ما يقول جعفر الإبراهيمي. والله يا قبركم هذا أيضا أسطورة لا علاقة لسيدنا الحسين فيه. احنا بس نتكلم عن، لأنهم الآن حاطين لك الأرض المقدسة والطينة الكربلائية والطينة تسجد عليها والطينة اللي ما خلصت، مصانع ما خلص، كل هذا تراب قبر الحسين، ومصدقين أنه لا زال تراب قبر الحسين. لا إله إلا الله. اقرأ معاي كلام الطبري رحمه الله تعالى، قال كما في تاريخ الطبري، تشوفونه معاي. قال الطبري، نعم محمد، خلك معاي
قال ذكر خبر هدم قبر الحسين بن علي، وفيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي وهدم ما حوله من المنازل والدور، وأن يحرث ويبذر ويسقى موضع القبر قبره، وأن يمنع الناس من إتيانه. فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق، فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه، امتنعوا من المصير إليه، وحرث ذلك الموضع وزرع ما حواليه. هذا في تاريخ الطبري. تسألني هذا المتوكل سنة كم؟ أقول لك المتوكل مولود سنة 205، متوفى سنة 247. في هالمنطقة هذه، في الفترة هذه لا يعرف قبر الحسين. لما منع وغير الأرض على مسافة كبيرة جدا فلم يعرف. هذا ما يذكره أيضا الطوسي في أماليه، بس الطوسي جايب نكبة بعد. خلوني أوريكم إيش قال الطوسي في أمالي الطوسي. انظروا الطوسي ماذا يقول. يقول أن القبر قد نبش، قبر الحسين قد نبش، مو هذا الموجود ولا حواليه، نبش ولا يدرى وين مكانه. هذا أمالي الطوسي، طبعا دار الثقافة، اقرأ معي. قال: فبلغ المتوكل أيضا مصير الناس من أهل السواد والكوفة إلى كربلاء لزيارة قبر الحسين عليه السلام، وأنه قد كثر جمعهم كذلك، وصار لهم سوق كبير، فأنفذ قائدا في جمع كثير من الجند، وأمر مناديا ينادي ببراءة الذمة ممن زار قبر الحسين، ونبش القبر وحرث أرضه، وانقطع الناس عن الزيارة، وعمل على تتبع آل أبي طالب عليه السلام والشيعة رضي الله عنه، فقتل ولم يتم له ما قدر، كذا ضبطوها فقتل ربما هي فقتل، أن يعني ما قدر من تتبع الشيعة وآل أبي طالب، لكنه إيش؟ نبش القبر وحرث الأرض. إذن هذا يوافق ما في كتاب تاريخ الطبري إخواني في الله. حياك الله محمد، راح محمد. المجال مفتوح الآن للاتصالات، من عنده شيء غير الشم يجيبه. كيف عرفتم قبر الحسين بعد هذا الزمان، زمان المتوكل؟ شم ما تمشي، ضبية ما تمشي، خرابيط وخرافات، أعطونا إثباتات. أو نقول لكم قبوركم مزورة، ليست لعلي ولا للحسين. المجال مفتوح الآن للاتصالات، حيهلا بكل متصل يريد الوصول إلى الحقيقة. حياكم الله جميعا. طيب، هذه أخواني طبعا الاتصال على التليجرام، لمن شاء أن يتصل على التليجرام معرف FARRAJ1. أنا أعتب على أبو محمد اللي اتصل علينا قبل شوي وبعدين انقطع، كان يفترض أبو محمد تدق مرة ثانية وتكمل الموضوع، لأنك عاهدتني على إكمال الموضوع، لكنك يعني أقررت بأن هذا ليس من هدي أهل البيت البناء على القبور، وأقررت أنهم لم يبنوا، الحمد لله. فيثبت من ذلك أن دين المراجع ليس بدين أهل البيت، وأن عليا والحسن والحسين وزين العابدين، هو يقول الأئمة كلهم ما يعرفون مسألة مشاهد اللي صارت عند الخوئي والسيستاني وغيرهم، أفضل من المساجد اللي صاروا يفسرون القرآن بها، في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، قالوا المراقد، مع أنها في القرآن المساجد عياذا بالله من تزويرهم، وجعلوها أفضل من المساجد، مثل ما قرأت عليكم فتوى الخوئي قبل قليل. طيب إخواني، أيضا الرأس الشريف، رأس الحسين وينه؟ وين رأس الحسين بن علي؟ هل هو مع الجسد؟ لا. فأيضا هذه مصيبة أخرى، ولا شك أنها من الأمور
الفظيعة التي ارتكبت ضد سيدي شباب أهل الجنة. فإن الذي يحتز رجل جده رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل يعني خبيث، هذا رجل مجرم، هذا رجل ليس فيه ذرة تعظيم لمقام النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة، يقطع رقبته ويذهب بها إلى عبيد الله بن زياد فينكتها كما يقال بالعود، ويقال أن الرأس بعث به إلى يزيد بن معاوية في الشام، ويقال كلا لم يبعث، أقوال للمؤرخين في ذلك، لكن من قال أنه بعث إلى يزيد قالوا أن يزيدا أرسله إلى واليه في المدينة فدفن الرأس الشريف عند قبر فاطمة، عند قبر فاطمة في البقيع. هذا ممن انتصر لهذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وأيضا ذكر ابن سعد في الطبقات قالوا وكان عمرو بن سعيد من رجال قريش وكان يزيد بن معاوية قد ولاه المدينة فقتل الحسين وهو على المدينة فبعث إليه يعني يزيد برأس الحسين فكفنه ودفنه بالبقيع إلى جنب قبر أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ مجال الاتصالات وبعدين نرجع إن شاء الله سبحانه وتعالى. أبو كرار وين رحت؟ أنا ما أدري إيش قصة الاتصالات اليوم وانقطاعاتها. يلا أنا أرجعكم باتصالي، يعني إذا كان عندكم مشكلة في الإنترنت المجال مفتوح لكم الآن. هذا فقط يعني يتبين الإخوة أن المتصلين يعني عندهم مشكلة وليست من عندي طيب حياك الله أبو بكر. السلام عليكم شيخ الكريم. وعليكم السلام، ارفع الصوت. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. حياكم الله. حياك الله، ارفع الصوت شوية. هيك أحسن إن شاء الله. إيه بس عندي بس تعليق صغير. ابو محمد يشكر كل الشكر يعني على الاحترام اللي هو فيه واللي هذا نادر عندهم. بصراحه ترفع له القبعه على الاحترام اللي انا تفاجأت فيه صراحه لانه مش معود. ولكن ليش بيحاولوا دائما يلبسونا ثوب هن لابسينه؟ يعني مثلا قصه انه زياره القبور الطوافان حول ليه بدهم يحملوها باهل السنه مع انه انا كابن أهل السنة ما حيث شايف المنظر؟ وعنا بلبنان في مقامات الإمام الأداعي وغيره وغيره من المقامات ما بنشوف هالأمور مثلا تقام عنا أو حدا مثلا ماكسيموم الواحد بيقرأ الفاتحة وبيكمل رحل. فليش بدهم يلبسونا دايما هيدا التوب؟ ليش ما بيعترفوا بالغلط إنهم عم بيقوموا بالغلط ويقولوا خلص هيدا غلط؟ طب مثلا لو أنا شايف ما أي شيخ تاني مثلا عبنه عبادة هيدا القبر مثلا كذا الفلان القبر حرام طاعه بدو عنا حلال كنا أن في يوم ما فيها، ولكن عم نقول لهم هيدا اللي عم تعملوه حرام وأذية لنفسكم لجيابكم بشكل عام. يعني مش عم تأذونا لنا، عم تأذوا حالكم لألكم. فما سبحان الله، بس هيدا هو عند التعليق إنه ما عاش حدا يلبسنا لبس مش لألنا لأنه نحن نعرف ديننا والحمد لله. هذا هو دين أهل السنة. إحنا نقول أهل السنة لا يغلون في القبور، وما ذكرته من قراءة الفاتحة أيضا يا أبو بكر ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تثبت ذلك ولم يثبت ذلك عن النبي قراءة الفاتحة على الأموات أو في المقابر، هذا لم يثبت أيضا. لكن ثلاث من هالأمور، ولكن أقول إنه بالماكسيموم هالقد ممكن لا يقرأ الفاتحة وقلت ما بيصير أكثر من هيك، حتى إنه في قصص إنه أنا فهمتك كذا مرة رايح على مدافن وصار شوف مثلا أمور أنه حتى الشيخ عند القبر اللي بيقرأ القرآن وهالأمور حتى بينهي أنه إذا شاف واحد عم بيغالي بالبكاء أو شيء بينهي عن قال هذا الشيء بيقول له اخرجتوه من هون. أنه واضح أخوي أبو بكر، واضح شكر الله لك وبارك الله فيك. شكرا. ورسالتك وصلت، رسالتك وصلت بارك الله فيك. أخواني
هذا عقيدة أهل السنة ودين أهل السنة. الغلاة الذين يعبدون القبور ليسوا على عقيدة أهل السنة في ذلك عياذا بالله، قد يشتركون مع أهل السنة في أبواب الحلال والحرام، يعني الأحكام الشرعية يأخذون من الروايات، ولكنهم في القبور مختلفون تماما عن عقيدة أهل السنة. أسأل الله أن يهدي كل ضال. طيب ناخذ حسين الطباطبائي، حياك الله يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للموضوع اليوم عن قبر ايش اسمه قبر الإمام الحسين في كربلاء، اول شيء هنحكي على رأس الحسين. اي رأس الحسين يعني الدولة الفاطمية هي اخذت الرأس من 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 الجامع الأموي اللي بسوريا، وعندما تسأل أهل مصر يقولون بأنه ليس جسد الحسين، يقولون فقط رأس الحسين، وهذه الرواية لم توجد ولم تذكر في كتب الشيعة. ثانيا بالنسبة لل لا بالنسبة احنا ما تكلمنا عن مصر، احنا ما تكلمنا عن مصر، ما قلنا أنه في مصر. أنا قلت أنه قال ابن كثير يرجح أنه يعني ذهب به إلى المدينة، وإلا ابن دحية في كتاب العلم المشهور يحكي الإجماع على كذب من زعم أن قبر أو رأس الحسين موجود في عسقلان أو في مصر بالإجماع، ونقل الإجماع أيضا على كذب ما يسمى بمسجد الحسين هذا الموجود، أقصد القبر الموجود في القاهرة، وذكر أنه من وضع العبيديين في الدولة العبيدية الفاطمية، يسمون الفاطمية وفاطمة منهم براء، وهذا طبعا معروف الغرض منه، يعني صبغة الدولة بصبغتهم، وإلا يعني الحسين يعني مستشهد قبل الدولة الفاطمية 400 سنة أو يعني 49 الهجرة أقول 400 سنة كيف جيء بقبره أو برأسه إليها. على كل هذا ما يدعو أن هذا الجسد اللي جاي قصده بأنه أحد رؤوس أصحاب أهل البيت أو أحد رؤساء أهل البيت. حسين أنا قلت لك هذا غير ثابت، هذا بالإجماع مصر عسقلان ما في أي شيء يثبت، وقد رده علماء الأمة، لكن سؤالي لك أنت. تفضل. هذا أنت سني ولا شيعي؟ شيعي. طيب القبر اللي في كربلاء الآن كيف أثبتتم أن قبر الحسين؟ كيف أثبتنا قبر الحسين؟ لا سيما بعدما فعله المتوكل بتلك المنطقة حينما مسحها وهدم البيوت والمباني في تلك المنطقة وغرس الأشجار، يعني غير منطقة كاملة، كيف قلتم أن هذا قبر الحسين؟ الرواية اللي عندكم تقول الشم واحد قاعد يشم، بالله هل تثبت القبور بهذه الطريقة؟ زين من الذي دفن الحسين؟ سؤال موجه إليك وسوف أجاوبك. حجي جاوبني على سؤالي، دفن الحسين موضوع آخر، جاوبني أنا على سؤالي، بعدما فعل المتوكل بالقبر ما فعل، كيف قلتم أن هذا قبر الحسين؟ هل هي بسالفة الشم، وهل بالشم تثبت الأشياء؟ تفضل. لا هاي الرواية لا يوجد لها إسناد، وسوف أجاوبك عندما تجاوبني على سؤالي. لا مو على كيفك جاوبني وبعدين اسأل. ما يصير يا حسين، ما يصير. طيب سؤالي للمرة الثالثة، كيف عرفتم أن هذا قبر الحسين بعدما فعل المتوكل بالقبر المنسوب؟ حتى ترى في زمان المتوكل ما يعني أن القبر اللي كان مدعى أن قبر الحسين، بل هدمه له دليل على أنه ينكر ما فعله، لكن على فرض أن هذا قبر الحسين أصلا، ها؟ نعم. ما الدليل على أن القبر الموجود هو قبر الحسين؟ كيف وصلتم إليه؟ بالشم؟ لا هذه الرواية قلت لك ضعيفة المسند،
شنو صحيحة المسند؟ عندما قام السجاد بدفن الحسين أبيه الحسين وضع علامة تدل أن هذا قبر الحسين وموجودة هذه الرواية. وإذا تريد أنت أبحث عنها وشوفها. سؤالي مرة ثالثة عشان بس تستوعب. نعم. انتبه. المتوكل مسح الأرض. افترض أن قبل نعم. افترض قبل المتوكل معروف قبر حسين. افترض ذلك مع أن هذا غير صحيح. نعم. جاء المتوكل ومسح المنطقة وغيب الأرض وزرع المنطقة وهدم البيوت وفرغ المنطقة تماما على مسافة كيلومترات وحط شرط على كل كيلو نص كما في كتبكم يسمونها مسالح، كل مسلحة بينه وبينها ميل يعني كيلو نص شرط على مسافة طويلة كيلومترات، غير المنطقة هذه كلها، شلون قلتوا هذا قبر سيدنا الحسين؟ أنا بس عشان أبين لك يا حسين أن هذا القبر اللي محطوط مزيف مزيف، والقبر اللي العلي في النجف مزيف، لا هذا قبر الحسين ولا هذا قبر علي. وأقول لك شيء ديانة لله، لعل الله عز وجل أراد بالحسين وبعلي خيرا يوم جنبهم شرك أشيعة الإمامية، لعله أخفى قبورهم لئلا يتأذوا في قبورهم مما تصنعون، رضي الله عنه. نعم تفضل. والله لا أعرف الجواب غير هذا اللي جاوبتك عليه يا شيخ. إيش شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ هذا ليس هو هذا اللي عندما قام السجاد بدفن حسين وضع علامة، وهذه العلامة عن طريقها يعني نعرف قبر الإمام الحسين عليه السلام. حجي أنا تدري متى السجاد متوفي؟ السجاد من التابعين، علي ابن الحسين من التابعين، يعني متوفي في القرن الأول الهجري. ركز معاي هداك الله. أنا أكلمك عن واحد اللي هو المتوكل مولود سنة 205 ومتوفى سنة 247، الحدث هذا في القرن الثالث. شلون عرفتم بعد القبر؟ يلا جيب لي شيء غير الشم. الشم هذا ما يوكل عيش. عندك شيء ثاني؟ لا ما عندي. إذن ظبيه وشم هذه أدلة هكذا تثبت القبور يا أخوي حسين؟ ما يصير يا أستاذ حسين. وفقك الله للحق، وفقك الله للحق. شكرا 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 لك يا حسين. شكرا لك. في أمان الله. في أمان الله. يا رب يفتح على الشيعة، يفتح على قلوبهم، اسأل الله أن يفتح على قلوبهم. والله نحب لكم الخير، والله نريد إيصال الخير لكم، لسنا يعني نريد من هذا استنقاص قدر علي والحسين، فما ينقص قدرهم لا ينقص قدرهم إلا ناصبي، فعلي علي والحسين الحسين، علي من أهل الجنة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، علي الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه في خيبر لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه في غدير خم، وهو يريد أن ينبه من ذكر للنبي أنه يبغضه ألا يبغضه أي يحبه. علي مناقب كثيرة، يكفيه أنه من أهل الجنة، يكفيه أنه من السابقين الأولين. الحسين ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام وسيد شباب أهل الجنة، هذه عقيدتنا. لكن قبوركم المنسوبة إليهم اللي اخترعوها هؤلاء الزنادقة للتكسب ولعمل شيء لم يعمله أهل البيت، هل بنى أهل البيت على القبور؟ والله هذا سؤال نتمنى الجواب عليه. هل بنوا؟ أبو محمد الشيعي قبل شوي قال لا لا بنوا ولا الأئمة بنوا. طيب إذن مو عقيدتهم. لو كانت هذه نعم تفضل يا ابن تيمية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يا شيخنا فروج؟ لبس عليك فراج.
اسمعني اسمعني من الهاتف لان عندك صدى. واه نعم نعم. سؤالك ما هو؟ السؤال يا شيخ، انا اول شيء انا احبك في الله. احبك الله. وكن نقبل راسك على ما تفعله بهذا الشعب هؤلاء. لا لا انا افعل لهم لا افعل بهم، انا افعل لهم لا افعل بهم، انما نرد أعلم. نرد عدوان مراجعهم وتضليل مراجعهم لهم، والا نحن نفعل لهم ولا نفعل بهم، نريد الخير لهم. نعم تفضل. جزاك الله خير يا شيخ، هذا ما اقول. وفي الحقيقة أنا سني وأشفق على عوام الشيعة، أنا أشفق على عوام الشيعة لأنهم إنسان ينشأ من صغره ويعمر دماغه بهذه الأفكار الملوثة وهذه الأفكار الخبيثة اللي تسيء إلى الدين. فالإنسان كينشأ نشأة صعبة باش يتحول على المنهج، إلا لا كان شي شيوخ اللي ولا دعاة اللي كيبينوا لي اللي خرج اللي كيكونوا سبب كيخرجوا من الظلمات الى النور يا شيخ. نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك، وشكر الله لك اخي الفاضل ابن تيمية وتقبل دعواتك وبارك فيك، شكرا لك حبيبي. طيب اخواني في الله، ذكرنا ان الطوسي ذكر ان المتوكل نبش قبر الحسين، نبش قبر الحسين، هذه في امالي الطوسي قريتها قبل شوي. السؤال، يوم نبش القبر وين وده؟ لا أحد يعرف. ما شأن هذا القبر الموجود الآن؟ خرافة ملفق. ياسر تفضل. تفضل يا ياسر. تحياتي شيخ فراد. يا أهلا وسهلا، من معي؟ ياسر العرب من العراق. شيعي سني؟ سني سني إن شاء الله. تفضل يا ياسر حياك الله. العفو شيخ فراد، بالتسعينات يعني واحد من أقربائي بالأجهزة الأمنية اللي مسؤولين على القبور الموجودة هناك كربلاء، يقول السفير الباكستاني إجا زيارة وفد طبعا زيارة قبر الحسين، فنزلوا داخل القبر، طبعا هي المفاتيح، مفاتيح القبر كانت عند رئاسة الجمهورية، يعني مو كل واحد عنده يعني قبر اللي يقدر يعني يزور يدخل القبر من دا من داخل ويشوف شنو بي يعني جوا. نعم. فيقول رافقت الوفد، فالقبر يعني فارغ من جوا، مجرد نهر مي يمشي، مو نهر كبير يعني مثل الساقية جوا داخل القبر من جوا. يقول القبر فارغ، ما اكو اي اثر للقبر او شخص مدفون هنا. يقول بس مجرد يعني درج جوا سرداب ومي جاري، وهذا القفص الموجود من الخارج بس، لا أكثر ولا أقل. نعم. يعني بس هاي. على كل حال، هذه القبور لا حقيقة لها، تكلمنا في هذا أخي ياسر وبارك الله فيك، لا حقيقة لها سواء فيها يعني شيء ولا ما فيها شيء. الطوسي يقول نبش القبر، إذا نبش يعني الجثمان الشريف للحسين بدون الرأس طبعا. أخذ وين وداه المتوكل الله أعلم، هذا على كلام الطوسي، هذا على كلام الطوسي. و نعم الشيعة لم يهتدوا إليه بدليل، وهذا القبر الموجود قبر مزور، سجلوا ثاني القبور المزورة عند الشيعة المنسوبة كذبا إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا لك يا ياسر. والشخص اللي يعني خبرنا بهاي المعلومة لحد الآن هو عايش يعني. أي نعم أي نعم، خبرنا بهاي الحادث. نعم نعم. قبر فارغ ما بي أي شيء، بس مجرد ساقية مي تحت القبر نمشي وخلاص. هذه مشاركتك وصلت، وأنا لا أثبتها ولا أنفيها. شكرا لك يا ياسر، شكرا لك. طيب إخواني، المجال أيضا مفتوح للاتصالات، أتمنى من السنة يخلون مجال للشيعة، أرجوكم خلوا مجال للشيعة. محب أهل البيت فضلت. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا الفضل، أنا بس أحب أعلق على مسألة معينة. الجنة والنار لا تحتاج من إنسان أن يبحث عن مصيره الحقيقي، بل أن يترك مصيره
بيد من يلعب بمصيره بهذه الطريقة. ناشف. قبور مزيفة. مهدي لا معروف وين موجود ولا متى يخرج. وأنا ألاحظ من خلال برنامجك في هذه الفترة أن الشيعة بعضهم عنده بس العزة بالإثم، ومن خلال مداخلاتهم أشعر بأنهم يريدون الحقيقة. استمر والله يبارك بيك ويوفقك، ونصيحتي للشيعة مصيركم يستوجب. هذه جنة ونار، هذه جنة ونار، مو مسألة حياة وتنتهي وخلاص. خلود يا أما إلى الجنة، يا لازم أكو حقيقة. والله سبحانه وتعالى ما يعذب الإنسان بدون أن يظهر له الحقيقة، لابد من وجود حقيقة وقدامك. ولا يحبه ولا طيب ما نريد هي مباراة وهذا يفوز وهذا ما يفوز، بس انتبهوا والله يهديكم ويهدينا ويجمعنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم آمين. جنات الخلد. آمين. شكرا لك. الله خير. هذا الكلام الطيب وهذا الكلام اللي في توجيه للشيعة أحسن الله إليك وبارك فيك يا أخي محب. وهذا ما نريده دائما، أن عقيدة أهل السنة أنهم يرحمون الخلق وينطقون بالحق. نحن نرحم الخلق وننطق بالحق. إخواني أرجعكم إلى مقطع الإبراهيمي مرة ثانية للأهمية في شأن قبر سيدنا الحسين مرة ثانية لمن لم يشاهد القبر أو المقطع السابق. ما هو كلام جعفر الإبراهيمي في هذا الشأن؟ اسمع يا شيخ. طيب نسيم الغروب خليك معي، خليك معي يا نسيم الغروب، خليك معي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خليك معي، خل بس عشان الناس تشوف المقطع هذا بعدين نرجع. قصة العثور على القبر بشم التراب. هذه علوية، هذه ما أدري شو يسموها، ما حد يعرف شنو يريد النبي يقول. إجا هارون العباسي منع زيارة الحسين، أو أكو سدرة على قبر الحسين يستدل بها الزوار، إجوا عليها شلعوها. من شلعوا السدرة بين الحديث لعن الله قاطع السدرة. إجا الحفيد المتوكل حرث قبر الحسين وفرض ضريبة مال أو متابعات على القبر الشريف بحيث أجرى عليه الماء ما صعد، ولذلك يسموه الحائر الحسيني. افتر الماء حار، صاروا يجون الزوار، يجون بحملة، من يجون بحملة يطبون ماكو أثر، لا معلم لا سدرة لا عنوان. قالوا له هذا المتعهد اللي جايبه، قالوا له خلص جزاك الله خير نزور الحسين عن بعد ونمشي. قالوا لا ما نزور الحسين عن بعد ونمشي، نبقى هنا وأنا أزوركم على قبر الحسين. قالوا له شلون تجيبنا على قبر الحسين؟ قالوا مطوني مجان. صار يفتر بكربلاء، يأخذ قبضة من تراب كربلاء يشمها ويذبها. وقف أمام الحسين لما تمكنوا. لحظة، يفتر بكربلاء يعني متر كربلاء، هو قاعد يأخذ تراب ويشمه. شنو يعني اللي أخبره أن هذا التراب تراب الحسين؟ قال لا هو شمه. من المتعهد؟ من المتعهد؟ شايفين يا جماعة متعهد مجهول بشمه ما مو عند البشر يثبت بها قبر الحسين رضي الله عنه. على فكرة المتصل قبل شوي قال زين العابدين هو أول من دفنه إلى آخره. أنتم مو تقولون زين العابدين أخذ في نفس المعركة أسير وربط؟ وين أمدى يدفن قبر الحسين، يدفن الحسين رضي الله عنه؟ لعن الله قاتل الحسين ومن جاء بهذه الفاجعة على أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أيها المتصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سني ولا شيعي؟ سني من صلاح الدين. يلا أهل السنة اليوم ماكلين الجو. حياك الله يا نسيم، تفضل. الله يحفظك يا شيخي ويسر خطاك إن شاء الله.
ويهدي الشيعة إلى الطريق الصحيح، لأنهم يدركون على خطأ ويتخبطون في كتبهم في خطبهم. ماذا تريد أن تقول الآن في موضوع قبر الحسين؟ أنا أقول شيء واحد، الآن بعثت لك تصوير يصورون الكعبة المشرفة في كربلاء وعاملين منها مزار ويقولون هنا الكعبة، وأشبه بخبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على تدليسهم، يعني هم الآن يعملون كعبة في كربلاء، في يعني كيف ما يدلسون على قبور الأئمة والصحابة، هم دينهم واقف على التدليس. واضحة 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 الفكرة، واضح الفكرة أخي نسيم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. وجزاك خيرا وجزاك خيرا. يقول أخونا نسيم أنهم يزورون الدين لتبديل دين محمد عليه الصلاة والسلام بما لا أثر له في دينه ولا سنته ولا شريعته ولا سيرة أهل البيت. أكرر، علي بن أبي طالب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهدم القبور لا أن يبنيها، فضلا عن أن يعمرها ويسميها مشاهد ويقول للناس تعالوا المزار، وليس المزار بالزيارة الشرعية، لا 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 لا، في طقوس تشبه الحج إلى بيت الله الحرام. الإحرام يكون من عند شاطئ ابن العلقمي، من عند نهر الفرات. التلبية، الذهاب إلى القبر، الصلاة ركعتين، الطواف على القبر، السعي بين قبر العباس وقبر الحسين، وأيضا الوداع. لكم هذا حج، إلى متى تستغفلون؟ ماذا يريدون بكم من هذا التجهيل؟ أقولكم لماذا يجهلونكم. يجهلونكم لأنكم لا تسألون عن الدليل، لأنكم تنظرون إليهم على وجه العصمة. لكن تريد أن تعرف أيها الشيعي لماذا يجهلونك؟ شوف الحقيقة، شوف الحقيقة أمام عينك الآن، الحقيقة لماذا يجهلونك. تفضل، هذا سبب التجهيل، هذا هو سبب التجهيل. شايف يا شيعي؟ شايف السفرة شلون ممدودة؟ شايف الفلوس؟ يلا أكبر الصورة لك، هذه فلوسك. وكذب فبرقها إشاعة شايف يا شيعي؟ نذور، هذه أموالك تروح إلى جيب السيستاني وأمثال السيستاني. لأجل هذا يخترعون لك القبور، وإلى اليوم يا شيعي، إلى اليوم، إلى يومك هذا يا شيعي، وهم يضحكون عليك بنفس الطريقة ويزعمون أن هذه قبور الأئمة، ويخترعون قبور جديدة ليست لأهل البيت ولم تثبت أنها لأهل البيت. إذن الحقيقة التي قلتها تقول ما يلي: أولا، قبر علي بن نجف مزور، وقبره في الكوفة على الصحيح، وليس مكانه اليوم بمعروف، اليوم مكان غير معروف، ولكن داخل الكوفة كما ذكرنا تفصيلا. أما مكان النجف، هذا قبر المغيرة بن شعبة كما رجحه بعض أهل العلم. أما القبر المنسوب إليه في النجف هذا فقبر المغيرة بن شعبة وليس قبر علي بن أبي طالب. علي لم يدفن في النجف، دفن داخل الكوفة. الحسين أيضا لا يعرف قبره كما ذكر ذلك أبو نعيم الفضل بن دكين، المولود سنة 130، المتوفى سنة 301، وهو مؤرخ ومحدث كما قال ذلك ابن جرير الطبري في زمانه، ما يعرفون قبر الحسين، ما يعرف. يلا جاءت الضبية لعلي، وجاء الشم من كربلاء قاعد يفر. المتعهد منو؟ المتعهد شنو؟ متعهد سواق حملة هذا شنو؟ شنو متعهد؟ شلون تبنون عقيدتك على سالفة متعهد؟ باني قبر الحسين الآن ايش كبرش عرضه على سالفة متعهد؟ شنو متعهد؟
وبعد قاعد يشم، شنو يعني الله عطاه كرامة بخشمه هذا عشان يشم ويعرف ان هذا قبر الحسين وان هذه الريحة ريحة الحسين، وبانين على اصل هذه الاسطورة الخرافية. يا شيعة تحرروا، يا شيعة اخرجوا من رق مراجعكم، حركوا عقولكم شوية. نحب والله الحسن ونحب الحسين ونحب علي ونكره الشرك ونكره تجار الشرك والوثنية اللي يأكلون فلوسكم ويجعلونكم تشركون بالله تعالى. ها أحكام العتبات المقدسة، أحكام صار لها أحكام. اللهم اهد الشيعة فإنهم لا يعلمون. غدا موضوع جديد، هو موضوع قبر زينب، زينب بنت علي رضي الله عنها، يزعمون أن قبرها في الشام، ولأجل هذا تدخلت الميليشيات. زينب لن تسبى مرتين، كأنها سبيت المرة الأولى رضي الله عنها، لا تسبى الهاشمية، لم تسبى رضي الله عنه، هذا كذب تاريخي. ومع ذلك فليس لها قبر في الشام أصلا، بل عاشت مع زوجها في المدينة وماتت هناك. بكرة الإثباتات حتى تعلمون أن التزوير في دينكم واصل أصول الدين وفروع الدين وجميع يعني طقوسكم الخرافية. وأهل البيت والله من دينكم براء، إذا كنت تحب أهل البيت ابرأ من هذا الدين، فإن تبعت المرجع فيما يعتقد وما يقول وما يدعي فأنت لا تحب أهل البيت، أنت تعادي أهل البيت وتفتري عليهم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكركم بدعم قناة شبكة منهاج السنة، بثها بعد ربع ساعة من الآن، وبدعم هذا المقطع. السلام عليكم ورحمة الله.